المديرية الثانية التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة الساحل الغربي بالحديدة بعد سيطرتها على مديرية الخوخة منتصف ديسمبر الماضي. بتغطية جوية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على مديرية حيس بعد هجوم واسع على مواقع ميليشيا الحوثي. مصادر عسكرية أكدت سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا وفرار عناصر باتجاه مديرية الجراحي، فيما قطعت قوات الجيش الطريق الذي يربط بين مديريتي حيس والجراحي. تعد مديرية حيس إحدى المدن اليمنية التاريخية، وهي البوابة الجنوبية لمحافظة الحديدة، وتبعد عن الشاطئ بمسافة 28 كيلومتر. يحدها من الشمال والشرق مديرية الجراحي التي انسحبت إليها عناصر ميليشيا الحوثي، أما من الجهة الغربية فتحدها مديرية الخوخة والتي استعادتها قوات الجيش الوطني أواخر العام الماضي، ومن الجهة الجنوبية تحدها مديرية مقبنة التابعة إداريا لمحافظة تعز التي لا تزال المعارك فيها مستمرة ضد ميليشيا الحوثي. الرئيس هادي خلال اتصاله بقادات الجيش والمقاومة في الساحل الغربي أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استكمال تحرير محافظة الحديدة وكافة المناطق من الميليشيا. وبسيطرة قوات الجيش الوطني على مديرية حيس تكون قد سيطرت على ثاني مديرية في محافظة الحديدة من حيث المساحة، إذ تتكون المحافظة من 26 مديرية، 24 منها تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.